ضعي صورة حبيبك، خطيبك، زوجك أو طليقك في مؤخرتك، واجعليه يرجع لك كالكلب المدلول المتوسل، سيقبل رجليك ويديك لكي تسامحيه. اجعليه عبدا عند أقدامك وذوقيه المرار، اجعليه عبرة للكل، سيمرض إذا تركتيه. جلب سريع جدا ومحبة قوية أبدية، سيتشهاك أنت فقط دون النساء، سيصاب بالبرود مع كل بنات حواء غيرك أنت، حتى لو كان متكبر، حتى لو كان عنيد ونرجسي. اكسري عناده وغروره بهذا العمل الروحاني القوي، اعمليها لحبيبك، لخطيبك، لزوجك أو طليقك، اللي شايف حاله عليك ما يعطيك قيمة، اللي كنتي معاه سنوات وأخذ من عمرك ضيعتي شرفك معاه. بهذه الوصفة راح يرجع لك وهو نادم وهو خاضع لك. قوية جدا، جربيها كما يجب بدون زيادة ولا نقصان، طبقيها بشروطها وبمكوناتها، راح تلاقين النتيجة القوية. لكن كيف ما أقول لكم دائما، تابعوا الخطوات، وإذا عندك سحر أو حاجة فحاولي تنحي الأسحار باش تعملي الوصفات وينجح معك من أول مرة، أو عملي تفسيخة باش تنجح معك الوصفة. إذا ما عندك يعني عكوسات فراح تنجح معك الوصفة من أول استعمال، وهذه الوصفة بالضبط حتى لو عندك عكوسات راح تنجح معك. قوية 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 جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعات الغاليات، بارك الله فيكم جميعا، أتمنى يا ربي يلاقيكم هذا الفيديو في صحة جيدة. أود أن أشكركم على كلامكم الطيب في حق وصفاتي وفي حق أعمالي، والله العلي العظيم أفرح كثيرا عندما أقرأ التعليق اللي كلها ما شاء الله يعني تعليق جميلة. فحبة الناس كنز ونعمة من عند الله سبحانه وتعالى لا يقدر بثمن، ربي اصطفاني من الناس وأعطاني هذه البركة لكي أساعد بها الغير، أنتفع بها أنا وينتفع بها الغير. فهنا نحن نقدم فقط الأعمال الروحانية يعني اللي فيها محبة، اللي فيها جلب، اللي فيها رد الاعتبار، مش يعني ندمر حياة الناس ولا حاجة، لا والعياذ بالله. فحبيبات الغاليات، أي وحدة عملت عمل ونجح معها، هذه هي، هذا هو يعني المراد من هذه الفيديوهات. وأي وحدة اشتغلت لها عمل وجاب معها النتيجة اللي هي تريدها، فحتى هذا الشيء هو اللي بغينا. التواصل من أجل الأعمال الروحانية أترك لكم دائما في صندوق الوصف وفي أول تعليق الجيميل للتواصل حبيباتي. فيا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوة، يسر أمور متابعاتي وابعث لهن الخير، وفرج عليهن كرب الدنيا والآخرة، واجعل أيامهن كلها فرح وسعادة وابتهاج يا رحمن يا رحيم، وحقق لهن كل ما يتمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام صلوح على رب العالمين. بالنسبة لهذا العمل ضروري تكوني على طهارة، يعني لا تكوني لا على حيض ولا على جنابة. وقبل ما تبلشي العمل حاولي تاخدي شاور هي الأولى، تعملي في سرية تامة الحاجة، عندما تكون مستورة يا رب العالمين ييسر فيها، اعمليها في مكان هادئ، لا تعمليها السبت والأربعاء، السبت والأربعاء لا تعملي هذا العمل، والوقت أي وقت. بالنسبة للمكونات، أنا عارفة بلي أغلبيتكم مش عندها صورة الحبيب، مش عندها صورة الحبيب، ما عندك مشكلة، راح تاخدين حبيبتي. إذا عندك إمكانية تروحي تعملي فوتوكوبي أو نسخة من الصورة مزيان، إذا ما عندك تاخدين ورقة بيضاء، ورقة بيضاء على هذا الشكل، ترسمين فيها وجه رجل واسم، ولا ورقة بيضاء بدون كاع رسم وجه رجل، تكتبين هنا اسم حبيبك واسم أمه، مثلا فؤاد ابن مليكة ولا فؤاد ابن حواء ولا سعيد ابن فتيحة، فهمتي علي؟ تأخذين ورقة بيضاء تكتبين عليها اسم حبيبك واسم أمه، فهمتي علي؟ فإذا ما عندك الصورة وراح تحتاجين، يعني احنا غنتعاملو كأنك ما عندك الصورة، يعني راح تحتاجين ورقة بيضاء ياك، وراح تحتاجين قلم وسبع حبات قرنفل، سبع حبات قرنفل، او في ناس يقولوا له المسمار، ها هو معروف في الطبخ، يستعملوا في الكبسة، يستخدموا في جميع الاكلات. وتحتاجين شمعة في اي لون وعطرك المفضل. فقبل بداية اي عمل ماذا نفعل؟ نشعل شمعة في اي لون وناخذ عطرنا المفضل بسم الله هكذا، ونعطر به المكان اللي راح نعمل فيه الوصفة. وانت تعطرين المكان اللي يعني اللي راح نعمل فيه الوصفة، تقولين هذه العزيمة سبع مرات، تقولين عطرت لكم المجلس يا أيها الأكرمين الطيبين، لكي تقضوا للغرض وتنجحوا العمل وتثبتوه، آمين آمين. عطرت لكم المجلس يا أيها الأكرمين الطيبين، لكي تقضوا للغرض وتنجحوا العمل وتثبتوه، آمين آمين. فهمتوا علي؟ فإذا عندك صورة الحبيب فهذا هو وجه
الحبيب، خلف الوجه تكتبين هذه العزيمة اللي راح أتركها لكم الآن. إذا ما عندك صورة الحبيب تأخذين ورقة بيضاء على هذا الشكل، تكتبين هنا اسم حبيبك واسم أمه، وخلف الورقة تكتبين هذا الكلام، يعني عندك الصورة ولا ما عندك راح تعملي الوصفة وراح تنجح معك وراح تجيب معك النتيجة المراد يعني المرادة. فإذا ما عندك الصورة تأخذين ورقة بيضاء على هذا الشكل، ورقة بيضاء تكتبين هنا مثلا اسم حبيبك فؤاد ابن مليكة، هكذا الورقة بيضاء تكون متوسطة الحجم، تكتبين اسم حبيبك واسم أمه. إذا عندك الصورة اكتبي خلف الصورة، إذا عندك الصورة لا تحتاجين تكتبين اسم الأم واسم يعني اسم فؤادك. إذا ما عندك الصورة تحتاجين ورقة بيضاء تكتبي في هذه الصفحة اسم حبيبك واسم أمه، وخلف الورقة تكتبين هذا الكلام. إذا عندك الصورة فاكتبي خلف الوجه، خلف الورقة تكتبين هاش طاش طاش يا خدام جئتكم بطلب فنفذوا ويسروا ويسر فيه فاجعلوني أنا فلانة بنت فلانة ملكة قلبه. الكتابة طويلة راح أكتبها وارجع معكم عشان الفيديو ما يجيكمش طويل. تكتبين هاش هاش طاش طاش يا خدام جئتكم بطلب فنفذوه ويسروا فيه فاجعلوني أنا فلانة بنت فلانة ملكة قلبه متربعة على عرشه، اجعلوني يعشقني ويصاب بالمرض واللعنة يعني واللعنة من ابتعادي، أعمو بصيرته واجعلوه يرجع لي الآن الآن مسرعا مسرعا حتى لو كان بعيد، يعقد حزام الحب القوي الأبدي بيننا ببركة مالك الخدام مالك الخدام مالك خدام الخير. هاش هاش طاش طاش يا خدام جئتكم بطلب فنفذوه ويسروا فيه فاجعلوني أنا فلانة بنت فلانة ملكة قلبه متربعة على عرشه اجعله يعشقني ويصاب بالمرض واللعنة من ابتعادي، أعم بصيرته واجعله يرجع لي الآن الآن مسرعا مسرعا حتى لو كان بعيد، يعقد حزام الحب القوي الأبدي بيننا ببركة مالك خدام الخير. يعني إذا ما عندكش الصورة تأخذين ورقة بيضاء تكتبين هنا اسم حبيبك واسم أمه، وخلف الورقة تكتبين هذه العزيمة. إذا عندك الصورة هذا هو الوجه، وخلف الوجه تكتبين هذه العزيمة. بعد ذلك ماذا تفعلين؟ تضعين هذه الصورة في مؤخرتك، تضعينها في مؤخرتك، وهذه الوصفة كذلك جلب قوي للفراش، تضعينها في مؤخرتك مدة 5 دقائق 10 دقائق تقريبا. بعد ذلك يعني تشيلين الصورة ولا هذه الورقة إذا ما عندك الصورة، تضعين داخلها 7 حبات قرنفل 7 حبات قرنفل أو مسمار، كل شخص وش يسميه، تضعين داخلها 7 حبات قرنفل ثم تحرقينها قوية 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 جدا. جربيها الآن وردي علي والله العلي العظيم هذه الوصفة راح تنجح معك من أول مرة، اعمليها فقط كما يجب. الناس اللي تقول لك يعني عافاك أختي نحن نخاف ويجينا مس وداك الشيء، ما تخافوا حتى حاجة، وما عليكم غير تقرأوا آية الكرسي 7 مرات فهي تحصين قوي يعني، وما تخافوا حتى حاجة، أنا ما نعطيكمش الوصفات لغدركم ولا ترجح معكم، بالعكس لا، إنما هذه الوصفات كلها خير والخدام اللي كيخدموا فيها هما خدام الخير وخدام المسلمين. فجربيها الآن وردي علي حبيبتي.